ناقص 1500، وفي تجار ما زالوا بيبيعوه بالسعر الغالي. بنقول لكل تاجر باع بالسعر الغالي، انت ربنا هيضرك في مالك وهينتقم منك في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله. فربنا هيضرك في اولادك وفي مالك. تاني حاجه، يوم القيامه هتقف قدام ربنا من المطففين، وهتتحاسب على الفلوس دي، وهتدفع ثمنها حتى بحسنات. والناس دي لازم يرضوا، مش هيسيبوك غير ما يدخلوك النار. واسمك يوم القيامه مطفف. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثالث حاجه، بعد الحساب هتخش النار تتعذب بالفلوس دي وترجع تخش الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. نزل الاسعار، اتق الله، ما تضرش الناس، ولا تبخسوا الناس اشياءهم. لتفاصيل الأدلة أنصحك بشراء هذا الكتاب، كتاب الفقه المعاصر في البيوع والمعاملات المالية، الذي يباع بسعر التكلفة، فيه كل ما تحتاج أنت ومن حولك.